عسلامة عسلامة، اليوم رجعنا شوية للرسم، عدنا والعود أحمل. كما قلنا سلمي، كما قلنا عدنا والعود أحمل. هنا زاد فقر لما عود هذا اللي يمشي يتلقب ديما مع النورس والطيور هذيك اللي تتبع في الطقس الدافئ او الطقس المعتدل، تبعد على البرودة وتمشي تتجه للطقس الطبيعي، معناها وتعيش كيما هنا. احنا ديما الانسان مرآة الواقع نتاعو، ديما سيدي منصور ديما موجود فيها فلامونغوز هذا وطيور النورس، تبدا تحلق بيضاء وردية معناها في البحر، وتتغذى من الأعشاب الطبيعية متاع البحر. وكانت ديما تذكرنا بالمواطن معناها من المنطقة هذيك اللي كان ديما يقولوا احنا يدمر في السقيف، معناها بالسقيف نتاع فلامونغوز يبداو يصطادوا في الاسماك وفي النبات، معناها كي صار شويه السمك صار هو شفت هو ديما معناها يبدا السقيف يتحسس يتجسس معناها على التربه وفي البحر كيفاش يلقى الانديس. اكيد زاد المواطن في السقف كان يتغذى من الحاجات هذه، وعلى شكل اس السلام عجبني السلام، وفيه الالوان الكل، ومعناها حاجه طبيعيه ناتشورال على تمثل معناها الخضره وما بين الخضره والزرقاء تاع البحر، الخضره اللي مليانه بالاعشاب الغذائيه هذيك اللي يتغذى منها الحيوان ثم فيما بعد الانسان. كما قلنا سواء الحيوانات البحريه ولا حتى الطيور، معناها اللي نقلت الواقع اللي انا نعيش فيه وقريب لي ونحبه، جميله جدا عجبتني. تمثل الاشكال نتاعها تمثل الحياه، الحياه معناها لافي الفي حرف الفي، كيفاش تعيش معناها كيفاش تنجم تتغلب على الواقع وتعيش وتتاقلم بيه، وعلى السلام وكيفاش بالحب والسلام معناها تنجم تعيش حياه سعيده ومسالمه. الكل على شكل دوزيس مقابلين بعضها، لكن هم يمثلوا قلب حب للسلام طبيعي من الطبيعة. عجبتني سي تخي بو، شفت معناها عبارة على ورود تحوم حول السلام. ربي مع الكل، ربي يوفق الكل، وربي ينجح الكل. أمان السلامي، أمان السلامي، ما قدمتش روحي، أمان السلامي. هذه رسمتها رسمة طبيعية باليد، بصمة اليد.